مشهوره معظمنا عارفينها طبعا، عاوزين نسافر وكذا وكذا، ومناسبه ايه وانت بتمثل مين؟ ثم احنا حرب ما انتهتش، قالوا ازاي من الهدنه علينا؟ قال له اعلنت الهدنه لكن لسه ما تمش التوقيع. بعدها راح خرج بقى سعد وعامل حكايه التوكيلات، وبدا ايه؟ بعدها بيومين تم التصديق على الهدنه. لما لقينا صيغه التوكيل نندهش من ان احنا نقول ليه دي ناس ثوار حقيقيين. ايه التوكيل بيقول ايه؟ نحن موقعنا أدنى أنا